البكتيريا النافعه والجديد في المزرعه. خليكم مع الفيديو ان شاء الله. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد اله. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى من الله باش تكونوا في صحه جيده نتوما والاهل ديالكم والطويرات. كي دايرين؟ كي دايره الولاعه ديالكم؟ كل شيء بخير الحمد لله رب العالمين. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم الموضوع ديال اليوم غنتكلم على البكتيريا النافعه، واللي هي يعني طبيعيه ماشي اصطناعيه، واللي تنستخلصوها من ماده الحمص ان شاء الله الرحمن الرحيم. انتم خليكم مع الفيديو وتابعوه، وراه كاين حتى الفوائد ديالو وكلشي، كلشي كتبتو كلشي شرحتو. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى نستفدوا جميعا. انتم الاخوان تلاحظوا معايا، شوفوا المشربيات تيبان لكم فيهم السائل مغاير على الماء. هذا الاخوان هي البكتيريا النافعه، عمرت المشربيات ديال الطيور حتى هي ندخلها ضمن من البرنامج ديالهم، وراه عاطيها للطيور كامله ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونحيدها اليوم من بعد 24 ساعه، نحيدها اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الطيور كلها البكتيريا النافعة، هاد البكتيريا النافعة هي الحمص. غنوريكم كيفاش تنديرو عليه دابا بغيتكم باش تشوفوه هنا، وإن شاء الله الرحمن الرحيم سهلة. تنديرو الحمص في الماء حتى يفزق مزيان و تيطلق، ومنين تيتغير اللون ديالو كنهزو هذاك الماء وكنعمرو في المشربيات ديال الطيور، كنعطيو عليهم واحد 24 ساعة، عاوتاني دوز واحد 15 يوم ولا كل واحد على قدر الاستطاعة ديالو. اللي قد يعطيها اليوم مرة في الأسبوع مزيان، شيء مرة في 15 يوم ولا مرة في الشهر لابد يدخل هاد البكتيريا النافعة للطيور ديالو، حسن ما يجيب هاديك المصنعة هادي. تبارك الله راه فيها الخير والبركة، نسأل الله التوفيق ويديم علينا نعمة العقل، يديم علينا هاد النعمة ديال الأشياء اللي موجودة عندنا في المنزل ديالنا وما تتكلفناش. اللهم لك الحمد والشكر، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. ايوا هادشي اللي كاين، الله يوفق الجميع. الاخوان، الخصائص ديال الحمص هو غني بالبروتينات النباتيه والاحماض الامينيه والاوميغا 3 الدهني، والتي تعزز ريش الطيور وتحسن لمعانه. مزيان اليوم الحمص، الما ديالو اولا الحمص الصحيح. دابا نشرحوا كل شيء ان شاء الله الرحمن الرحيم، وهذا الشيء راه بشهادات ديال الاخوان كثار ان شاء الله الرحمن الرحيم. كذلك ماء ديال الحمص يعزز الجهاز المناعي، يحتوي على الزنك وحمض الفوليك والحديد والكالسيوم والمنغنيس. الطريقه ديال التقديم ديالو، يمكن وضعه في الماء لمده يوم كامل، ثم وضعه في المشربيه لمده 24 ساعه. غير الماء بوحديه تنديروه في المشربيات ونقدموه للطيور، من بعد ما تنكونوا حيدنا لهم مشربيات في الصباح بكري باش يعطشوا باش يتنفعوا منين يشربوا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذاك السائل ديال الحمص. يمكن وضعه في اناء فيه ماء ليوم او يومين حتى يرطب ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتنقدموه على شكل باطي يعطيوه عليهم ياكلوه. ولا اللي ما لقاش يهز حمصه ولا جوج ويديرها في المشربيه ديال الطائر ويخليها حتى تطلق، هو غيبدا يشرب من داك الماء وغيستافد منه باذن الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الشيء اللي كاين، على ان يغيرها يحيدها لغد ليه يحيدها ان شاء الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كنت عاطي الفريخات الحمص على اساس انه البكتيريا النافعه، كنبيتوه في القرعه واحد النهار ولا يومين حتى تيطلق مزيان، تنعمروا ليه في القرعه، عطيته ليهم كما وريتكم في الفيديو السابق نوريتكم. ودابا الحمد لله اليوم حيدت لهم هذاك الشيء، وغسلت لهم المشربيات ونقيت لهم
كل لهم مشروبيات، عطيتهم الماء، قراعي جداد، داكشي الاولي اخرى غسلتها. ايوا نتمنوا الله خير سبحانه وتعالى، ان شاء الله غادي نوريكم كلهم الكوبلات اللي غنخدم بهم من بعد بالاسماء ديال الطيور. راه بديت تنعزل فيهم ان شاء الله. هادو الاشياء اللي كنخدم بهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. مكان وضع الاكل ديال الطيور كما تتشوفوا، الفريحات، باقي شي حويجات هنايا خصني نرتبهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادشي اللي تغسل خصني نردو لبلاصتو، المشراليات وداكشي، نردو الرفوف فين كان. هادو حتى هما ان شاء الله الرحمن الرحيم. شوفوا بادجي حتى هما كلشي بدلت ليهم، غسلت ليهم قريعات ديالهم، اللهم لك الحمد والشكر. هذه الأنثى داخل العشرة عندها البيض، يلا بيضت أول بيضة، نسأل الله التوفيق. هذه حتى هي الأنثى راه تدخل العش، صافي باقي ما عندها والو، نشوف إن شاء الله ما رحيم. باقي الله بدات تتعمر، نسأل الله التوفيق. هادو البينو عين حمراء كريمينو، اللهم بارك. هذا كريمينو، هذا الالبينو، هادو جوج ديال الزوجات، عاد جبتهم في المزرعة، على الله التوفيق، إن شاء الله الرحمن الرحيم. اللهم العين الحمراء، اللهم يسر. نساوناش من الدعاء الاخوان. هادو حتى هما، نسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى. هذا الهوبا هذا هو اللي لقينا الاسم ديالو، اوبالين هالف فيوري، اوبالين فيولي طافت. يلا نطلب الله خير سبحانه وتعالى. هذا المكان ديالهم، انا عاد ان شاء الله نخرج نقلب شنو خاصني في الشبيك وداكشي باش نصاوب هاد المسارح بثلاثة، ها هما ونحيد دوك الاقفاص من تما ونبدا دوك المسارح. ايوا دعيو معنا الاخوان. كان معكم اخوكم محمد من قناة طيور الكناري. اسأل الله التوفيق لي ولكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساوناش من الدعاء كما شرط لكم، وتنتمنى ان شاء الله المزيد، نعطيو المزيد جميعا ونستافدوا كلنا ونحاولوا نتواصلوا كما تنقول دائما ان شاء الله الرحمن الرحيم في مصلحة الطيور ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله.